يعني بعد انتظاره. أهلا بك أستاذ منذر أبو أحمد. يعني كنت في زيارة مطولة مع الأسير أيهم كمامجي. بداية حدثنا ونحن في بث حي ومباشر عبر قناة تلفزيون فلسطين. يعني طمئنا عن أيهم. ماذا تحدثنا عن زيارتك الأولى له؟ زيارة الأولى أول شيء رسالة طمأنة لأبوه ولأهله في جنين. أيهم في حالة صحية جيدة. نعم تم اعتقاله الصبح في المخيم وتم ضربه عن طريق الوحدات الخاصة اللي اعتقلته لحين إخراجه من المخيم باتجاه المعسكر في سالم. وبعد ما تم نقله بعدها تم نقله على سجن الجلمة للتحقيق. التحقيق معه بدي بلحظة وصول لسجن الجلمة تقريبا الساعة 11 الظهر لحديث ما شفته على الساعة 2 تقريبا. تحقيق مستمر متواصل بدون راحة طبعا. وما ننسى كمان أنه كانت في فترة طويلة اللي هي مدة 14 يوم ما كان جسمه لأيهم ولا زميله مرتاحين. حسب رأيي أنا أنه التحقيق المستمر راح يأثر عليه وعلى إعطاء إفادات في المرحلة القادمة. نعم يعني تحدثت أنه تم ضرب أيهم والاعتداء عليه جسديا أثناء الاعتقال. للأسف تم الاعتداء عليه من قبل الوحدات الخاصة اللي اعتقلته. الوحدات الخاصة اللي دخلت هي كمية كبيرة زي ما شفنا بالتلفزيون وزي ما صرح الطرف الإسرائيلي في هاي المعلومات. الكمية الجنود اللي دخلت على المخيم عشان تعتقل أيهم ومناضل كمية كبيرة جدا. في لحظة خروجه من المخيم لحديت ما وصل معسكر سالم تم الاعتداء عليه من كل الجنود اللي كانوا موجودين في لحظة اعتقاله. هل تم تقديم أي يعني علاج طبي له وعرضه على طبيب بعد هذه الاعتداءات الجسدية؟ بطبيعة الحال بلحظة دخول أياتا معتقل لأياتا السجن يتم فحصه عن طريق طبيب السجن. مش طبيب مختص, طبيب اللي بسموه باللغة العبرية حوفيش مضمض. هذا الحوفيش بشوف إذا في كدمات أو ما في كدمات, بشوف هل في حاجة لنقله لمستشفى أو لا. أيهم وصل لي أنه بحاجة طبيب مختص يفحص حالته على أساس أنه في ألم في صدره وألم في أكتافه وألم في ركبته. هذا الحكي راح أوصله إسا في الجلسة راح تكون كمان ساعة في محكمة الناصر للقاضي, ونتأمل من القاضي يحوله على فحص طبيب لمعالجته. نعم يعني تم عرضه لطبيب لكنه ما تلقى علاج طبي لحد الآن بنفهم. العلاج ما بأخذوه في السجن, العلاج في هيك حالات بعد اعتقال وبعد اعتداء زي اللي تعرض له أيهم لازم ينشاف عن طريق طبيب في مستشفى مختص, طبيب مش حوفيش أو مش مضمض. ويعني هل تحدث بخصوص اعتقاله لحظة الاعتقال؟ يعني كيف كانت هذه اللحظة الصعبة جدا؟ لحظة اعتقاله كان عنده نقطة مهمة جدا انه ما يورط حدا معه في لحظة اعتقاله. هاي نقطة كتير مهمة. لحظة اعتقاله كانت تقريبا الساعة 2 الصبح كان موجود في المخيم. انتقل على البيت اللي تم اعتقاله فيه على الساعة تقريبا 2 الصبح. ما في ربع ساعة تلت ساعة من لحظة دخول هذا البيت لعبين ما حوط الجيش وقوات الأمن البيت اللي كان موجود فيه, وتم مناداته عن طريق مكبرات الصوت اخرج احنا شايفينك احنا بنعرف انك هنا. الاشي كان واضح انه مراقب من لحظة خروجه من المخيم للحي الشرقي مكان اعتقاله عن طريق أجهزة الاستخبارات الموجودة في المنطقة. وهل حدث أي شيء بخصوص خروجه من النفق والأيام التي قضاها في الخارج؟ قعدت معاه ساعة ونص شرح أشياء حلوة, وأتوقع أنه مش هذا الوقت لازم نشرحها. المرحلة هاي هي الاطمئنان على صحته. إحنا باتجاهنا إسا لمحكمة الناصرة نشوف شو ممكن نقدر نخدمه من ناحية قانونية من ناحية اعتقال. ولكن بقدر أعطيك شغلة واحدة. أيهم ومناضل تم إطلاق عليهم النار مرتين من طريق عن طريق الجيش وعن طريق قوات الشرطة. يوم الثاني من خروجه من السجن, اليوم الثاني من خروجه من السجن كان موجود في منطقة العفولة تم إطلاق النار عليه. كان موجود ما بين بين الأعشاب والجندي كان فوقه ما شافه. شاف أغراضه من الناحية الثانية أنه جندي تاني مسك أغراضه شنطته الراديو تاعته أوعية دخانه. شاف أنه جنود فتشوا في شنطته. هاي أول إطلاق نار. تاني إطلاق نار لإله كان لما قرب على منطقة التماس ما بين سالم منطقة التماس تعيد سالم اللي من هاي الفتحة اللي هي بدخلوا فيها العمال فعليا لل 48 من هاي الفتحة هو اجتاز ودخل على الضفة. بهاي المرحلة تم إطلاق النار عليه كمان, فتعرض لمحاولتين اغتيال في خلال هروبه أو في خلال تواجده في 48 خلال 48 ساعة. نعم يعني فشل أبني ليس فقط في أثناء الهروب وإنما أيضا يعني في أثناء الخروج من النفق وإنما أيضا خلال كل السيرورة. فعلا الفشل الأبني كان واضح من لحظة خروجهم من النفق لعبين ما دخلوا منطقة جنين. قطع المعبر باتجاه الجلمة, قطع المعبر باتجاه سالم آسف, دخول منطقة جنين, تحركه لفترة طويلة مدة 11 يوم مدة آسف 11 يوم في منطقة جنين,
هذا بدل على فشل أمني. نعم. ويعني تحدثت على أمور جميلة وقلت بأننا ربما نتحدث مطولا في وقت لاحق، ولكن لو بالإمكان يعني إعطاء يعني نبذة قصيرة عما بالفعل رأه أيهم خارج القضبان. أيهم بقول أن أنا مرجعت على جنين، فرجت على السماء وحكيت مع نجوم، وقلت أنه أنا رجعت فعلا على الجنة، وكانت أمنيته أنه يزور قبر أمه في جنين. ما تحققت هاي الأمنية. نعم. يعني إذا ما تحدثنا عن مناضل، هل هناك أي معلومات عنه وعن زيارة أي يعني محاميه له؟ مناضل راح تكون جلسته كمان شوي صغيرة بسبب ضيق الوقت، راح يطلعوا المعتقلين إسا باتجاه محكمة الناصر. للأسف ما قدرنا نزور مناضل، راح نشوفه إن شاء الله في محكمة الناصر. يعني هل هناك أي معلومات عن حالته الصحية على الأقل؟ للأسف ما قدرت أخذ معلومات، ولكن مثل ما فهمت أنا من أيهم أنه تم الاعتداء عليهن الاثنين في لحظة اعتقالهن مع الشباب اللي اعتقلوهن معاهن. تم اعتقال 4 أشخاص، 2 المطلوبين وكمان 2 آخرين اللي كانوا متواجدين معاهن. للأسف الضرب كان باتجاه الأربعة، ما كان باتجاه مناضل أو أيهم. نعم. أخيرا يعني ما المتوقع في المحكمة الآن، في جلسة المحكمة في الناصرة؟ راح تكون الشرطة، راح تقدم الشرطة طلب تمديد الاعتقال. طلب التمديد الاعتقال راح تقدم الشرطة، طبعا هو راح يكون لفترة طويلة. راح تعتمد الشرطة على انه في بيانات حابين يعرفوها وين تجول ايهم ورفيقه في فترة الافراج عنه في فترة 12 يوم. واضح انه الملف في المراحل الاخيرة بسبب انه في عندنا باقي اسرى اللي هن 4 معتقلين تم تمديد اعتقالهم ل 29 شهر، فواضح انه راح يكون فترة مقاربة أو ملاصقة راح تطلب الشرطة تمديد الاعتقال لهذه الفترة لهدف التحقيق. ولكن أنا حسب رأيي ما في كتير أشياء تأخذها الشرطة من أيهم من مناضل. الأشياء تم أخذها تقريبا أو إنهاء التحقيق فيها في حفر النفق وخروج الشباب والتنسيق مع بعضهم داخليا. أتوقع المعلومات صارت موجودة ومنتشرة وكافية، والشرطة راح تمركز تحقيقها في الفترة هاي، في فترة خروجهن، من لحظة خروجهن السجن لعبين ما فاتوا المخيم، وبلحظة تواجدهن في المخيم في جنين. هاي الحيثيات راح تكون فيها التحقيق في الفترة القريبة. فتمديد الاعتقال راح يكون بناء طلب الشرطة راح يكون 10 أيام. أتوقع أنه خلال فترة قريبة جدا نأخذ معلومات أكثر من المحققين على وسائل التحقيق، مدة التحقيق، راح نأخذ معلومات قريبة في المحكمة كمان نص ساعة. إذن أيهم افترش الأرض والتحف السماء في أيام الحرية. مبروك لأيهم، فعلا مبروك. كل الشكر لك أستاذ منذر أبو أحمد، وأنت يعني في طريقك إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة. إذن مشاهدينا يعني كانت هذه التفاصيل الأولية من زيارة الأسير أيهم كمامجي. كما سمعنا هو في حالة صحية بحاجة لعلاج طارئ بعد أن تم الاعتداء عليه أثناء اعتقاله، ولكن يعني أيهم نجا من عمليتي اغتيال، محاولتي اغتيال وفشل أمني ذريع لدى السلطات الإسرائيلية، التي ليس فقط بأنه تمكن من حفر النفق والخروج منه، وإنما أيضا نجا من محاولتين اغتيال عبر إطلاق النار. ولكن يعني في نهاية المطاف كانت هذه أيام كما سمعنا افترش فيها الأرض والتحف فيها السماء تحت سماء جنين. كانت هذه المعلومات الأولية حول شكرا. يعني إعادة اعتقال الأسير أيهم. شكرا جزيلا لك.